جور لحيا فاش ديفينيسيون كيما واخا كش ديس جاف وراين هذا كش لا يعني لا جاف وراين هذه العمل الناس ثم هذه رعاه لان يمشانو خمسين ونير الناس نومين يمشاني العموم ثم عمل خدمي انساني راعي الواجب الناس لا تشكبو باش يديري فعال بالنسبه للثمن ماشي باش مثلا تبداني يعني خلال الحارج الثمن جد مناسب لا يعني ذلك انه قد حدث نقص ديال الخدمه لا لا خرجت من شخص عاد يرحم الله من عمل من فاتقن يعني اتقني ونيش غير جزار ديال الفاز خوش كي غايس مثلا مشاش مجموعه الخطوط العريضه مشى يعدو سميتو الشبكه ديال المقر خوش كي تحدد مثلا تقليش الحساب استطلاع مثلا شحال درت هذا الموسع لا بد تقاد فكر ديت ياك فك القناعة ملي شراو شراب العالمين كنغنشي شي قال يلاه نعتمد في الإحسان وغنغوش الميزانية نعتمد باش نحب بعيد قال يلاه نتكون تسالس إلى آخره نجمع بكلمة ديال البركة إن شاء الله غيعاون إن شاء الله أمين شكرا على الجانب مني خزان مثلا هكذا أتخدم شهر مثلا جارو فيني كل شيء غير شهر 20 يوم نشخص غادا نربح قدام النهار اللي نمشي القوتينو اليومي الناس اللي تحتاجها والضري لا ضرر ولا ضير واجب ولا شي زايده فاس ني غدر لي في النشعه والتاني صوت فاس تروح على خير الامور او صوتها باش تعرف تعمد تصيد بالعمل الا العمل ورث الحق العمل العمل قولني نشي نلزمو على اساس ان هذه الخدمه ان شاء الله تلقى الصفا باش تجي تلقى تصيد بالعمل قوالا مش يجري جابا بيوم شان عمل المقر الهي المدرسه الخير
وانا يجي الحشر اكثر. لذلك يخشي راني مثلا قشط المكش قدام نشتيش النموذج هيك نتعامل مره كالاخوه ذاك من شان الخدمات يعني مره نشتيش النموذج باش الاخر يسدوا مسافه هذه اللي جات واجا ولا ما تشعم يعني كوموتي اللي مش راني انا نمدوا الجزر ديال من المسائل الى قشط المكش قدام شي ناخذ شي ندي اخو غالي منا شي نسم قصقوا الدور نوشي ما يمش القاسم ما يبي على لازم شي تعاون فاش نضر لا ايوا الرقيب النغماره الرقيب النغماره ماشي نقص على اساس عاود الهدف النغ الاساسي سمشه ان كل واحد غش شن معاناه معينه نزما نستطيع نقدر الاحسان اثنعاون اثنعاون وهي كانت شكل خومين تقداني تير الحمد لله انه يضرب العالمين مثلا مقريس شدي جوج قوز نورمي ها مغش اغرو مني قيت بنوع من الصعوبه تقاو تسويا مني لان المحسنين شخصيا شخصيا معلك يعني شويه يعني شويه القدره يعني مثلا يعني ماديه سيرته ماديه يعني يمكن تلعبوا ماديا يعني سوفوس يعني تلعبوا سوف ما يمي اخو يعني يعني بنادم اصلا يعني بنادم الوضعيه يعني من دجاجه بنادم الله يحسن العافيه.